دلوقتي بقى محضر حاجه اسمها محاضره تمهيدي، وبعد منها هبتدي اعمل الجداول بتاعتكم. بس انا المحاضره دي الهدف منها ان احنا نتكلم ونتناقش في المكونات الاساسيه بتاعه المكنه، وكل مكون شكله عامل ازاي، ونفهموا ادمغه بعض شكلها عامله ازاي في فهم المكونات الاساسيه دي. تمام. اول مكون بيقابلني واول مكون عموما ممكن نتكلم عليه اللي هو الدروب. تمام. احنا عارفين الدروب صح؟ تمام. الدروب ده بالنسبه لنا عباره عن ايه؟ اسطوانه الومنيوم مطليه بطبقه خارجيه. حلو الكلام. الشغل كله فين؟ بيبقى في الطبقه الخارجيه. تمام. الطبقه الخارجيه دي قصتها ايه؟ الطبقه دي بتبقى قابله ان هي تتشحن في الضلمه، وان هي تفقد الشحن ده في الضوء. تمام. دي خصيصه الماده، كم ماده مركبينها مع بعضيها خدت خاصيه المواد العازله في الضلمه والمواد الموصله في الضوء. المواد الموصله عباره عن ايه؟ زي السلك بتاع الكهرباء كده. هل بيبقى فيه كهرباء على الوقت اللي انت موصله بيه الكهرباء؟ طب البطاريه هل بيبقى فيها كهرباء في الوقت اللي هي مفصوله اصلا؟ هي البطاريه ده يعتبر مصدر شحن، هي مواد عازله متخزن فيها مجموعه من الالكترونيات في جواها. تمام. تيجي تحطها في مكان تفرغ الالكترونيات دي، هي ده التيار الكهربي اللي حصل. تمام. يبقى المواد العازله قدرت ان انا استخدمها كبطاريه ليه؟ لان هي بتحتفظ بالشحنه جواها. تمام. طب المواد الموصله ما بستخدمهاش ليه؟ لان هي مجرد ما تديها الشحنه تمرضها، ما تحتفظش بيها. تمام. الدرام بقى الماده الخارجيه منه دي الهدف منها ان هي بتاخد الحالتين، بس في الضلمه وفي الضوء. والله هي في جو ضلمه مواد عازله، يعني لو اديتها شحنه تحتفظ بيها. حلو الكلام. لو الضلمه دي اتحولت لضوء، يبقى اي منطقه على الدروم هينزل عليها الضوء فقدت الشحنه بتاعتها. حلو. طب ايه اللي فادنا بكده؟ ايه اللي فادنا بالاختراع الصغير ده؟ ان انا طالما اقدر ان انا اخلي الدروم مشحون غير الوضع الطبيعي بتاعه بتاع اي ماده، ان هي بتبقى في النورمال متعادله مش شحن. تمام. معنى ان المكون ده فيه شحن ممكن تدخله حاجه اسمها المجال المغناطيسي ان هو يجذب او يتناثر. تمام. هما بقى استغلوا الموضوع ان الدروم في الضلمه يقبل شحن، ان هما يدخلوه في حاله التجاذب. تمام. تجاذب من ناحيه مين؟ الحبر. يعني ان هو الدروم ده يجذب الحبر، وما ناقصليش غير ان انا احدد الحبر هيتجذب فين على الدروم. تمام. لو انا عملت علاقه جذب ما بين الحبر والدروم، ايه الشيء المفيد؟ ان انا لو الدروم كله قربته من الحبر جذب. طب ده عظيم. لو انا حددت له الاماكن وقدرت بطريقه محترفه حددت له الاماكن اللي يجذب فيها الحبر، يبقى انا كده كونت صوره. ما ناقصتش غير ان انا انقل الحبر ده من على سطح الدروم لاي ورقه وخلصت الشغلانه على كده. تمام. اللي هنعرفه بقى دلوقتي تفصيليا ازاي هو بياخد عمليه الشحن دي، او مش هنتكلمه في تفصيليا في النقطه دي، هنتكلم بالمثل. يعني انا ليا طريقه شرح مؤخرا فيها جميله من غير ما اتدخلنا في تعقيدات. تمام. احنا قلنا سطح الدروم بيقبل الشحن. تمام. والحجر بيقبل الشحن لان هو برده ماده، هو مش عازله شبه موصله. تمام. فبيقبل الشحن. تمام. يعني طالما ده بيقبل الشحن وده بيقبل الشحن، اقدر اشحنهم بمنظر مختلف بحيث ان الشحن المختلف بيتجاذب. حلو. زي الفل. طيب تسمع مني دي؟ صلى على النبي. الدروم اول لما بتبتدي تصور بيبقى عباره عن مغناطيس للحبر. حلو الكلام. من غير ما يتشحن، بمجرد لما تدوس تصوير الشحن بيوصل للحبر، دخل المجال المغناطيسي للدروم. يعني الدروم لو خد لفه كامله من غير ما يدخل على مرحله الشحن بتاعت الدروم، هيجذب الحبر على سطح الدروم كله وهينقله للورقه وهتطلع لنا ورقه سودا. خلي بالك من ترتيب المعلومات، مش الشحن اللي بنديه للدروم هو اللي بيديله القوه الجذب. تمام. الدروم بمجرد ما الحبر اتشحن بقى هو جاذب دي. امال الشحن بتاع الدروم ده بيعمل ايه؟ ده بيغلف الدروم بطبقه عازله للجذب. حلو الكلام. وبعدين يجي الليزر، ده عباره عن دور، اي منطقه هنزله فيها على الطبقه العازله دي هينفيها، وبناء عليه وصل لفين؟ للجذب. دروم جاذب، اغلفه بطبقه عازله للجذب. تمام. وبناء عليه اجي احفر في الطبقه العازله دي بالضوء. لما احفر في الطبقه العازله يبقى انا وصلت لانهي؟ للمرحله المغناطيسيه اللي ورا. تاني واحده واحده. صلوا بينا على النبي. زي الفل، مفيش مشاكل. احنا عندنا الدروم دلوقتي قلنا بندخله مع الحبر. في عمليه المجال المغناطيسي ايه؟ انا حاسس ان الناس تخاف. اه معلش. لا الدنيا حلوه. بنا ديسكت. صلى على النبي. دلوقتي سيبني، انا ممكن اكون لخبطتك بقصه المجال المغناطيسي. انا فاهم، موضوع ان الحبر الدرام جاذب للحبر. تمام. من غير ما يتشحن. من غير ما يتشحن. مين اللي يكون اتشحن عشان الدرام يكون جاذب للحبر؟ الحبر.
طب الحبر لو مش مشحون مش هيوصل ولا اي حاجه. حلو، يبقى اتفقنا اول حاجه لو وصلنا الشحن للحبر الاول اصبح الدرام جاذب للحبر. جاذب للحبر. طيب لو ما نزلش عليه ضوء يبقى الدرام هتطلع ورقه سوداء. خلي بالك بقى من النقطه دي، هي دي بقى اللي انا عايزها. خلي بالك من النقطه دي، صلي على النبي. لو ما نزلش عليه ضوء ماليش دعوه بالضوء طالما ما فيش شحن. ايه الليزر ما بيتعاملش مع سطح الدرام، بيتعامل مع الطبقه العازله اللي على سطح الدرام. حلو الكلام. طب انا عليه اللي هي الخضره دي او الزرقاء، ايه الطبقه العازله الخضراء او الزرقاء اللي على الدرام؟ لا 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 لا، تبقى حاجه طبقه الشحن اللي بتاع الدرام. هو انا قلت لك لما بنقول نشحن الدرام احنا بنحط طبقه شحن عليه. طبقه الشحن دي مش قوه جذب للحبر، دي قوة ضد الحبر، يعني تمنع جذب الحبر، تمنع مغناطيسية الدرام. تمام؟ زي سلك عريان، انت واخد بالك غطيته مش كرتون، اهي نفس اللقطة، السطح بتاع الدرام بيبقى جاذب للحبر، تمام؟ لو اديته شحن يبقى أنا غلفته بطبقة عازلة لجذب الحبر. يبقى كده المغناطيسية اللي جوه الدرام مؤيدة، ما تقدرش إن هي تجذب حبر، ليه؟ في طبقة عازلة حوالين منها. تمام. حلو الكلام؟ طيب لما الدرام احب ان انا اشكل فيه اماكن جاذبه، مجرد ان انا هشكل في الطبقه العازله دي بواسطه الضوء يبقى انا شكلت اماكن جاذبه للحبر. يعني لو كتبت الحبر محمر الدرام، الله ينور عليك، انا كده فرغت الاماكن العازله اللي الحبر يروح لها. الله ينور عليك، ودخلت على الاماكن الجاذبه بتاعت الدرام. عشان كده الشحن بتاع الدرام لما يبقى فاصل بتطلع لك الصوره سودة. واصله؟ رول الشحن لما بيبقى متوسخ مكان وسخته بيطلع لك خطوط. قول لي ليه؟ لان المنطقه المتوسخه في رول الشحن دي عباره عن ايه؟ عازل للشحن اللي رايح، فبناء عليه بدل طبقه الشحن ما العزل ما هتبقى كده اللي هي عباره عن طبقه الشحن هتبقى كده. طيب كده عملت ايه؟ قربت من المغناطيسيه، هتلاقي الحته دي ساحبه خط كده ارضيه. حلو الكلام؟ زي الفل. يبقى الدرام لما الحبر يتشحن اصبح الدرام جاذب للحبر. حلو الكلام؟ طب بندخله على مرحلة الشحن بتاع الدرام ليه؟ عشان نغلفه بطبقة عازلة للجذب بتاعه. ليه؟ عشان نشكل في الطبقة العازلة، فبناء عليه الدرام يصبح جاذب في أماكن اللي احنا عايزينها. وبناء عليه الدرام يعدي على تانك الديفولفر، يلاقي الحبر اكزت، وبعد كده يلف يلاقي الورقة، اطبع الحبر اللي اتجذب على الورقة، وبعد كده حبر عايز ينشف يخش على السخان. تمام؟ ده مبدئيا احنا لسه بنتكلم في الدرام، بس انا بكر لك الباقي ده معاك كده انت فاهم عشان تبقى الدنيا متناسقة.